شهدت حادثة وفاة الطفلة جنى الشهري إثر التماس كهربائي بشارع الفن التابع لبلدية محافظة المجاردة. تطورات جديدة اليوم الثلاثاء بعدما أوضح المتحدث الرسمي بالأمارة الأستاذ سعد بن عبد الله آل ثابت أن أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد قرر تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الحادثة وإحالة المتسببين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وفيما أكد آل ثابت أن أمير المنطقة شدد على ضرورة تطبيق العقوبة الرادعة بحق المتورطين في الحادثة، فقد أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية عبد اللطيف آل الشيخ اليوم قرارا بإعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق. وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستقوم بمحاسبة كل مقصر ولن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات النظامية على من يثبت تهاونه وتقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة، ونوه بحرص الوزارة على أهمية توفير وتطبيق اشتراطات السلامة وتوفير البيئة المناسبة والآمنة في الأماكن العامة، حرصا من الوزارة على ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في الأماكن العامة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.